اكيد مستنياني. اه يا عم احنا مستنياك كتير قوي. انما انت ليه فين السمكه بيا؟ فين يا كلاي السمك يا جدع؟ مش قايل لكم استنوني؟ انا بصراحه كنت جعان وريحته خلتني اكل. طب انا اكل ايه دلوقتي يا جدعان؟ انا جعان بقى. ثانية واحدة، هو هيعمل ايه ده؟ هتدول اي حاجة ياكلها حرام. هو في ايه؟ هتديله فلفل، فلفل حرام، علشان يبقى ويموت على الاكل كله. ايه ده كلونيا؟ ايه ده كلونيا؟ فلفل رومي؟ اكل فلفل رومي؟ يعني الفلفل الرومي حلو؟ يعني اكل اكلوني على ضمانتك؟ ايوه يا عم، الراجل الحلال اللي انا باكله مع السمك هتقول حلو. ماما في السمك اصلا يا عم، انتوا كلتوه. انا اكل بقى الفلفل الرومي واشوف حلو ولا مش حلو زي ما انت ما بتقول. ماشي يلا يا باليا، الفلفل حلال بجد. يلا قوي اصل السمك خلصناه، وهو ما ياكلش السمك يا ابن عم. ما تيجي تاكل معايا يا باليا؟ لا لا يا عم، لسه اكل السمك وبطني اتملت على اخرها، مش قادر. اما نشوف يا عم. يخرب بيت امك يا كلونيا، الفلفل مولع نار.